السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مجددا. في فيديوهات سابقة حلينا دالة ناطقة، اليوم سنتطرق إن شاء الله إلى المتتاليات. وهذه المتتاليات راني شفتها في التعليقات، الناس كامل تحوس عليها، يعني هي محبوبة الجماهير. إن شاء الله إن شاء الله اليوم راح نتعلموا المتتالية دائما. ما زلنا في باك 2017 بكالوريا، احنا كنموذج اعتبرناه كنموذج باش نحلو منها ان شاء الله. هذا باك 2017 الموضوع الثاني. بسم الله نبداو. ان متتاليه حسابيه معرفه على المجموعه ان بحدها الاول اي 0 يساوي ناقص 5 واي 3 يساوي اي 3 عفوا زائد اي 7 يساوي 20 50 عفوا. سؤال اول، عين اساس ار للمتتاليه اي ان. احنا يا جماعه اذا ذكر لك، نعطيكم واحد الفكره، اذا ذكر لك نوع المتتاليه مباشره راح نتذكر عباره الحد العام. لمن واش من متتاليه؟ انا عندي نوعين، احنا تعلمنا نوعين متتاليه، متتاليه حسابيه متتاليه الهندسيه. متتاليه حسابيه عندها قانون، يعني اذا مد لك هذه العباره جماعه يعطيك حد اول ويعطيك مش شرط العباره هذه. في باك اخر راح نتصلها نطرقوا ليه، هو 2016 ان شاء الله راح نحلوه ثاني كذلك في نفس الفيديو ان شاء الله. هذا راح نحلو هنا مش شرط اي 3 اي 7، قادر يبدلها لك اي 0 زائد اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3 مش مشكل، تساوي عدد. هنا اعطاني عددين فقط، حدين عفوا، عدد اي 3 واي 5. يعني ماذا نتذكر؟ نتذكر قلنا عباره الحد العام، هاي القانون تاعها ويحفظ يا جماعه. واحد ماهوش حافظ معناها ماهوش فاهم المتتاليات، لازم تحفظوا لي عباره الحد العام. كيفاش؟ تكتب هاك اي ان يساوي اي بي زائد ان ناقص البي الكل في ار. هذه عباره الحد العام تحفظ، حيث اي ان واي بي هنا، حيث بي هو دليل الحد الاول، بي هو دليل الحد الاول، اي بي هو الحد الاول. فرق يا جماعه، بي هو دليل الحد الاول واي بي هو الحد الاول. هنا طلب مني قال لي اعطي لي السؤال هنا عين اساس ار. نبهكم برك يا جماعه، انتبهوا، معرفه على المجموعه ان، يعني مجموعه الاعداد الطبيعيه ان، يعني مين تبدا؟ تبدا من صفر. واحد اثنين ثلاثه. كون كتب لي هو في الباك يكتب لك ان نجمه. ماذا يقصد؟ معناه صفر ما كانش، تبدا الحد الاول هو الواحد. انتبهوا مليح، اذا بعض البكالوريات جات ان نجمه يعني تبدا من الواحد، اذا جات ان معناه تبدا هو الحد الاول هو صفر. مفهوم؟ هو عطاه لي الصفر، يعني كون قال لك ان نجمه يكتب لك مثلا، يكتب لك هنا اي واحد يعطيه لك. مفهوم؟ نبدا هنا قال لك عين الاساس. في بعض البكالوريات يعطيك الاساس ويقول لك تجيب الحد الاول. احنا في هذا الباك اعطاني الحد الاول وقال لي جيب الاساس. كيفاش نجيبوا يا جماعه؟ قاعده واش نختار؟ نختار درنا العباره هذه، هذه تحفظ يا جماعه. نختار الكبير، نجيب الكبير شحال يساوي؟ اي 7. نحط اي 7 هاك معايا. اي 7 واش يساوي؟ اي مين بدات مين يا جماعه؟ بدات من الصفر، نجيبو اي 0 زائد ان قداه؟ 7، نديرها 7. بي يا جماعه وشحال؟ يعني هذه قلنا الكبير 7 وهنا 0 دائما، ناقص 0 في ار. نعاود نكتبها في الحل مليح. قلنا نكتبوا عبارة الحد العام اي ان واش يساوي؟ قلنا اي بي زائد ان ناقص بي في ار. صح، نجيبوا اي 7 وشحال يساوي؟ واي 3 وشحال يساوي؟ ونروح نعوضوهم هنا فقط. مفهوم؟ يعني نجيبوهم بدلالة الار. هنا في الحالة الار هو المجهولة. تابع معايا تشوف، نعاود. قلنا اي 7 ماذا يساوي؟ اي بي بدات من الصفر، اكتب لي صفر زائد ان ناقص، عفوا مش ان قد عندي 7 ناقص 0 الكل في ار. اذا اي 7 نروحوا نعوضوا مباشره بالتاح. اي 0 شحال يا جماعه؟ ناقص 5، عوضها لي بناقص 5، ناقص 5 7 في ار 7 ار. ونديرها في اطار، نقول خليك بعد نحتاجك. صح، راح نجيبوا اي 3 بنفس الطريقه، نعوض 3 هنايا العبارة تاعها، نوضحها لكم. اي ان اي 3 ماذا تساوي؟ اي بي دائما دليل الحد الاول 0، هات لي 0 هنا، زائد ان قد في الحالة هذه هو 3 يا جماعة، 3
ناقص صفر في R. صح. إذن كمل معي تشوف اي ثلاثة ماذا تساوي؟ اي صفر. هاي عندي ناقص خمس، جيبها حط ناقص خمس زائد كم؟ ثلاثة R. هنا نتوقف كذلك، نجيب اي سبعة. يقول لي السؤال الشيخ، يعطيني واحد في كم سؤال، يقول لي يا شيخ لا ما درناش اي ربعة اي ثلاثة اي واحد اي اثنين، يا جماعة هذو اللي كاينين هنا برك، روح جيب لي اللي كاينين في العبارة برك حطهم. نعلم أن هو عطاها لي في المعطيات، نعلم أن اي ثلاثة زائد اي سبعة تساوي كم؟ خمسون. جماعة روحوا نبدلوا وبنعوضوا، اي سبعة نبدلها بتاعها واي ثلاثة نبدلها كذلك بتاعها. هذا ما يعني اي ثلاثة أعطني قيمة تاعها قداه؟ ناقص خمسة زائد كم؟ ثلاثة ار. اي سبعة كم؟ اي سبعة هي زائد زائد نضيف له هذا وراه مشكل، معناها ناقص خمسة زائد سبعة ار ماذا تساوي؟ وتساوي كم؟ سام هذا باش نوضحه لكم، نعاود سبعة اي ثلاثة. خلاص نكمل العملية، زائد كم؟ خمسون. إذن وهنا يلاحظوا باللي عمل هذه معادلة من الدرجة الأولى ذات المجهول R، ونعرفوا نحلوها إن شاء الله. راني وصلت لكم يا جماعة، اللي ما يعرفش يحل المعادلة لازم واحد يتعلمها. روح تسقسي أي تلميذ، ليش درست تلميذ في السنة أولى أولى ثانوي علمك فيها، مش مشكل ماهيش عيب يا جماعة، المهم لازم تعرفوا كيف تحلوا المعادلة. صح. ناقص خمسة وناقص خمسة كم تساوي؟ ناقص عشرة. ثلاثة R مع زائد سبعة R، يا جماعة نجمع الأعداد مع بعض والمجاهيل مع بعض، لأنهما نفس R من نفس R، معناها نقدر نجمعهم ثلاثة وسبعة شحال؟ تلقاه زائد عشرة R، يساوي كم؟ خمسون. ندو المعادن في جهة والمجاهيل في جهة كما كالعادة، ندو ناقص عشرة من هيه، إذا واش تولي؟ عشرة R تساوي خمسون، ناقص عشرة واش تولي؟ تولي زائد عشرة، إذا عشرة R كم تساوي؟ تساوي كم؟ ستون. هنايا معالي في جهه نقسم برك 10 ندوها منها من واش تولي؟ اذا ار كم يساوي؟ 60 على 10 باين 60 على 10 شحال جماعه؟ ار يساوي كم؟ نستعمل على هاسي معليش 60 على 10 شحال؟ 6. هنا في الحاله هذه رانا جبنا قال لك عين اساس الار، اذا ار هو هو الحال هو في الحاله هذه 6. مفهوم الفكره هذه؟ ننتقل الى السؤال الثاني. السؤال الثاني واش قالك؟ قالك بين انه من اجل كل عدد طبيعي ان ان يساوي 6 ان ناقص 5، يعني قالك العباره هذه تسمى عباره الحد العام، يعني نحطها برك يا جماعه معناها تروح واش نحتاجه في عباره الحد العام؟ نحتاج الاساس ونحتاج الحد الاول. انا عندي الاساس ها اعطاه لي عفوا الحد الاول اعطاه لي يصفر، والاساس جبناه قداه؟ قلنا قبل 6، يعني مباشره كذلك واش نحتاج؟ نحتاج عباره حد العام. يا جماعه عباره حد العام تحفظ، راني زدت نعاود ركز تحفظ ها اي ان يساوي كم؟ واحد ماهوش حافظ يا جماعه قام كذا راه يعقب عباره حد العام ها والله صح. اي ان يساوي قداه؟ اي قلنا اي بي زائد ان ناقص بي الكل في ار، هذا عباره الحد العام. نروح نعوض درك قبل احتجناها باش جبنا بها الاساس، درك لا لا روح عوض كلش حاجه بقيمتها. كلمه عباره الحد العام معناها اي ان خلوها مجهوله فقط، اذا باش نعوض كيما قبل درنا اي 3 اي 7، لا نكتب اي ان يساوي فقط اي بي الحد الاول ار 1 الحد الاول قال يعني جاي ها الحد الاول شحال؟ اي 0 نكتبها اي 0 معليش زائد ان تخلوها ان اجمع ناقص 0 ار هاو عندي ار حسبناه قبل شحال؟ قلناه 6. إذا إي أن واش يساوي؟ إي صفر كم؟ ناقص خمسة. أن في الستة شحال؟ زائد أن في الستة ستة أن. هنا جمع تبديلي بدل وراه مشكل. إذا إي أن واش يساوي؟ ستة أن ناقص كم؟ خمسة. مش تقلبها وديني ناقص ستة، لا. هز كيما راها وهذي ناقصها. واش راكم تلاحظوا يا جماعة؟ مش هذه نفس اللي عطاها لي. هذا واش كاين؟ يعني سؤال جد بسيط، هذا صدقوا عليكم يا جماعه، سؤال جد بسيط، حط قال لك يعني عوض لي قيمة ار وعوض لي قيمة اي صفر فقط، هنا نكونوا جاوبنا على السؤال هذا، صح.
هنا ننتقل إلى السؤال الثالث. سؤال رقم 3، أثبت أن العدد 2017 هو حد من حدود المتتالية أن، وما هي رتبته؟ يا جماعة دائما إذا قالك بين أثبت أن هذا الحد، هذا السؤال قادر يجيكم في عبارة الحد العام، قادر يجيكم في المجموعة. شوف قد يقولك عين عدد طبيعي أن حيث أس أن يساوي كذا، هذا سؤال في بعض التمارينات. أما هنا الظهري في عبارة الحد العام. هنا واش ندير يا جماعة؟ مباشرة راح نسأل رقم 3، نجاوب على السؤال رقم 3. طبعا الحال تكتبوا إثبات أن العدد كذا وكذا، نفس تصيغوا السؤال هذا، تصيغوا على شكل إجابة، إثبات أن العدد 2017 حد من حدوده. يعني إيش معناتها؟ نقبض هذا العدد الآن، عفوا العبارة نساويها لمن 2017 وشحال؟ 2017 هي دائما تجي من مع الباك، مش عارف ممكن سنة تجيك 2020 ما على باليش. صح قلنا احتمال فقط، لا مش تحسبوها قاعدة. صح واش نديرو الان؟ واش يساوي 6 ان ناقص كم؟ 5 تساوي 2017. هنا كذلك المعالي في جهه والمجاهيل في جهه، 6 ان تساوي كم؟ 2017 ونزيد ناقص 5 تروح واش تولي؟ زائد 5. اذا كمل معي 6 ان واش يساوي؟ 2017 زائد 5 كم تساوي؟ 2000 وكم؟ 22. فهم 2022 واش نديرو؟ ان يساوي 2022 قسمه 6، راح نحسبوها بالاله حاسبه، شحال نلقاها؟ 2022 على 6، اذا الان كم يساوي؟ الله 337 على حاسبه يا جماعه، ما كانت تحسبها على حاسبه القدام. اذا 373. متى نقول أن هذا الحد هل هي حد من حدودها؟ يا جماعة إذا وجدتم هذا العدد عدد طبيعي فإنه حد من حدودها، إذا لم يكن عدد طبيعي فليس حد من حدودها. كيفاش تقول لي عدد طبيعي؟ يعني ما فيهش الفاصلة وما هوش كسر، يعني كي تقسم تلقى به الفاصلة أو بالنقص تلقى عدد طبيعي، طبيعي ما فيه لا فاصلة لا إشارة سالب. نعم ثم وش قال لك؟ أنا حد من حدود المتتالية، وما هي رتبته؟ يا جماعة رتبته جد بسيطة، إذا بدأت من الصفر، إذا بدينا صفر هذه زيدوا لها واحد بركة تولي 338. إذا بدأت من آن نجمع يبقى نفسه رتبته هو 337. مفهوم فكرة؟ نعاود ونزيد. إذا بدأت من آن يعني بدأت من الصفر الطبيعية، عفوا إذا بدأت من عدد طبيعي يعني الحد الأول صفر، معنى هذه زادوا لها واحد 338. إذا بدأت من آن نجمة، عفوا آن نجمة يعني حتى بدأ من واحد يكون العدد نفسه 337 تبقى نفسه. إذا هنا مباشرة بما أنها بدأت من الصفر يعني مجموعة هي آن، واش راح نديرو؟ إذا نقولوا نعم هو حد من حدودها، أثبت أن عدد هو نعم 2017 أثبت ولا هو حد ولا نكتبها 2017 مباشرة 2017 هو حد من حدود المتتالية الآن طبيعة الحال، ورتبته كم مجمع؟ شحال رتبته؟ مادام بدات بالصفر معناها 338، لأنها بدأت من الصفر زدنا لها واحد، دائما القاعدة تزد لها واحد. ننتقل إلى السؤال رقم 4، احسب بدلالة آن العدد طبيعي آن عدد طبيعي آن المجموع اس، حيث اس يسمى المجموع يا جماعه المجموع تاعك راه جد بسيط بالنسبه لشعبات الاداب واللغات، راه المجموع تاعها جد بسيط. اذا واش من بدات من الصفر اس يساوي اي صفر زائد اي واحد نقاط حتى الان، واش معناتها؟ معناها راح احسب اي صفر واحسب اي واحد واحسب اي اثنين تقعد يجمع حتى يجمعها. هذا قانون طبق، ها هو القانون يحفظ كذلك. اسمع اس يساوي كم؟ يساوي عدد الحدود ان ناقص بي زائد الواحد على اثنان فاش في الحد الاول زائد الحد الاخير. نذكر هاي ان ناقص بي زائد الواحد عدد الحدود،
ها اس يساوي ها ان هو عدد الحدود على اثنان فاش في الحد الاول زائد الحد الاخير. قول لي يا شيخ كيفاش نحسبوا عدد الحدود يا جماعه؟ عدد الحدود بسيط، مثلا اعطيك مثال مثال عددي، ها مثلا من 5 زائد 6 حتى مثلا 12. احسبها احسبها بيدك معليش، 5 6 7 8 9 10 11 12 قد عندي حد عادي 8 كيفاش نحسبوا يا جماعه؟ ها قال لك الاخير نقص منه الاول ونزيد له واحد، فهم يعني ايش معناته؟ قلنا 8 12 نقص منها 5 كم فيها 7 نزيدها واحد ها هي 8 فهم. هنا كي تكون ارقام كيما هكا تعرف تحسبهم بيدك معليش، ولكن اذا كانوا اعداد كبار كيفاش؟ معناها دائما الاخير نقص منه الاول وزيد له واحد، خلاص هذا قد نجيبوا به عدد الحدود فقط. صح، اروح نطبقوا في مثالنا هذا، نحط القانون، نعاود لكم القانون هنايا. اس يساوي قلنا عدد الحدود ان ناقص بي زائد واحد على اثنان فاش في ان عفوا اي بي عفوا زائد اي ان، قلنا حيث اي بي اي ان هو الحد الاول والحد الاخير. هيا راح نعوض درك تعويض فقط يا جماعه، تعويض عددي ان تبقى مجهوله خلوها ان، هذاك صفر خلوها صفر زائد الواحد على اثنان افتح قوس اي بي كم؟ اي صفر زائد اي ان، اي صفر اعطاه لي اي ان هي العباره نتاعك اللي اعطاه اللي جبناها اي ان عباره الحد، هزها حطها كما راه فقط، مفهوم فكره؟ كمل معي تشوف اس يساوي ان زائد واحد على اثنان اي صفر كم؟ ناقص 5 راح نبه اي صفر نهزها ونحطها، وي ان تاع السؤال قبل جاوبنا عليه نحطها كيما راه فقط، اذا ناقص 5 زائد 6 ان ناقص 5. كمل معايا تشوف، اذا اس واش يساوي؟ ان زائد واحد بين قوسين، ونبدا بالمجهوله 6 ان ناقص 5 ناقص 5 كم؟ ناقص 10 على 2. هكذا ننشروا، تحب تنشروا تحب تخلوا عليه معليش. هنايا اذا شوف اذا عطاكم كاين واحد السؤال لازم تسحقوا النشره، ان شاء الله راح نعقب لكم على الفكره هذه، نحاول نحل تمرين نحتاجوا فيه النشره، تحبوا تخلوا عليها لان كتبنا اس بدلاله ان. شو معناتها بدلاله يا جماعه؟ معناها اس ان مكتوبه في جهه، والان هذيك بدلاله يعني اما مجموعه او مطروحه او مضروبه، مفهوم يعني ان هنايا. اذا هنا جاوبنا على السؤال تاع مجموع عين مجموع اس، احسب بدلاله اس ان هكذا. في بعض التمارين يا جماعه ننبهكم فيها، بعض التمارين راه كاين يعطيك هذا يعطيه لك عدد 20 ولا 25 ما على باليش، مش مشكل تروح 25 ولا 20 عوضها لي هنا فقط، خلاص. في هذا الفيديو نكون قد حلينا تمرين 2017، كاين بعض البكالوريوس في هذه المتن الحسابيه، كاين مثال اخر ان شاء الله راح نطرقوا عليه هنا في هذا التمرين، اعطاني ذكر لي النوع المتتالي، قال لي هذه حسابيه واعطاني عباره، في بعض التمارين ما يذكرلكش النوع نتاعها، يقول لك تكون المتتاليه العدديه، المتتاليه العدديه ممكن حسابيه ممكن هندسيه ممكن متتاليه عدديه وخلاص، وش يقول لك؟ ما يعطيكش النوع نتاعها، يقول لك لتكون المتتاليه العدديه ويكتب لك عباره، راح يقول لك اثبت انها حسابيه ولا اثبت انها هندسيه، راح ان شاء الله نطرقوا تمارين من هذا النوع. وفي الاخير نشكركم على حسن المتابعه ان شاء الله، واللي عنده كاش ما استفسار ولا سؤال يكتب في تعليق، رانا كامل نخسر نشوفوا في التعليقات، وان شاء الله نسحق منكم تشجيعات اكثر، ودائما نزيد نعاود ان شاء الله الدعاء للوالده الكريمه ان شاء الله، هاي وراح تدعي لكم ان شاء الله، هما هي كذلك بتنجحونا ان شاء الله. سلام.